بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا ثبت أقدامنا في تكبيرنا ونطقنا وصمتنا وثبوت وسكوننا وتجوالنا، وقل سيروا في الأرض نحن نسير على هدى كلامك يا ربنا، ونسير على خطى نبيك عليه الصلاة والسلام. يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا ماذا؟ وشكون مش يفهم هذه ماذا؟ إلا لستنا ذا. وما أنزلنا يعني ما ثماش شيء أنزل عليك إلا الكتاب، لا نزل عليك جنون ولا سجع ولا شعر ولا قول واحد من أهل الكتاب أبدا. ولم تأتي أساطير الأولين وتحشر روحها مع قول رب العالمين أبدا أبدا أبدا. أبدا.